السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. بلغ فريق المحرقة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم بعدما دك شباك المنامة بستة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد البحرين الوطني ضمن دوري الثمانية من مسابقة أغلى الكؤوس. المحرق تقدم أولا بهدف لإسماعيل عبد اللطيف في منتصف الشوط الأول، بينما عادل محمود عبد الرحمن النتيجة للمنامة. يعود المحرق للتقدم من جديد عبر صالح عبد الحميد، وسرعان ما عادل المنامة النتيجة عبر هدف ثان لمحمود عبد الرحمن. وتقدم المحرق بعد ذلك بهدف ثالث عبر البرازيلي ألاسيو، كما أضاف مواطنه فيلبينو الهدف الرابع ليعود ألاسيو لتسجيل هدفه الثاني في المباراة والهدف الخامس لفريق المحرق. يختتم من بعدها فيلبينو مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني. من جانبه خطف الأهلي البطاقة الثانية لنصف نهائي البطولة بعدما تخطى فريق الملكية بركلات الترجيح وبخمس ركلات مقابل أربعة بعد انتهاء الوقت الأصلي وأيضا الوقت الإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين. هذا وتستكمل مساء اليوم مباريات الدوري الثمانية وذلك بلقاء الرفاع مع الحد في الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة خليفة الرياضية، بينما يلتقي في التوقيت ذاته على استاد البحرين الوطني فريق البحرين والنجمة. تنطلق اليوم منافسات المربع الذهبي لكأس زين البحرين لكرة السلة عبر إقامة لقائين، إذ يجمع الأول فريقي المحرق والمنامة عند الساعة السادسة مساء على صالة اتحاد كرة السلة في أم الحصم، قبل أن يلتقي على الصالة نفسها فريقا الحالة والأهلي عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة.